إذا أسلم ولد إذا أسلم ولد وأبواه من دون المسلمين أو ليس بمسلمين، إذا أسلم ولد وأبواه من غير المسلمين أهل كتاب، هل يعتبر صاحب الفراش والدا له؟ اي نعم، ما في شك، اللي قبل يسلم هو ولد للكافر قبل يسلم، اما بعد ان اسلم ما يجوز للكافر يتزوج مسلمه، الزواج باطل هذا ولا يترتب عليه احكام الزواج، لكن اذا كان ابن له قبل الاسلام فهو يستمر ابن له ولو كان كافرا وهذا اسلم. نعم.